سنتعرف معكم على فن التفاوض، ما هي المهارات الأساسية وكيف تكون مع السيد ياسر الغرباوي الباحث في فض النزاعات وبناء السلام. أهلا وسهلا بك معنا وبعيدا عن النزاعات. اليوم سيكون الحديث بالتأكيد عن التفاوض. صحيح، اهلا وسهلا بك. طيب احنا اشرنا ان هنالك علاقه دائما كلمه تفاوض مربوطه مع السياسه، ولكن في حياتنا اليوميه في المنزل في العمل نحن نتفاوض، هل هي مكتسبه؟ هل هي فطره؟ هل هي طبيعه شخصيه؟ يعني بناء على كلامك ان المجتمع الياباني فيه وحده وعزله، وقلت احنا مجتمع شويه مختلف عنهم، معناه ان احنا محتكين مختلطين اكتر. مساحه الخاص والعام عندنا الناس بتعبر منها بسهوله، لو بتعمل عرس بيجي الجيران وابناء الجيران والاحفاد والناس. هذا الاحتكاك جيد ويعني يحمينا من الوحده والانعزال، لكن ايضا يحتاج الى اداره. هذه الاداره هي مساحه الحوار والتفاوض. امتلاك هذه المهاره هي مهاره بتنمو مثل العضله، يعني بالتدريب بالاستماع بالقراءه. فالتفاوض عباره عن مثلث بيبدا بافكار رئيسيه وبيبدا بخطط وبيبدا بوسائل. فكل ما كانت قدرتنا في فلسفة التفاوض واضحة والخطط عندنا قدر الإمكان عارفينها والوسائل مجربة، بننجح في احنا نعمل تفاوض أو نقاش حتى مع أطفالنا وصغرنا في البيت. يعني المواقف الجميلة اللي سمعتها أو حضرتها، ابني في الثانوية العامة أبوه بيكلمه فقال له أنا مستريح أطلع فلاح. قال له يا ابني أنت قدرتك كبيرة، أنت مهندس. قال له هو الفلاح عيب؟ وأنت ليه تكره الفلاح؟ فالاب يعني ضعف القدرات في الحوار تنتج ان يغلق الكلام، لا مش ممكن وانا ابني ما يكونش فلاح. قال له يا بابا لا، الفلاح هو الفلاح كفر، الفلاح ما هو مهنه وجميل، لو مش وجود الفلاح انا وانت ما كناش ناكل. الاب كان ذاك النقاش توقف، لم يملك قدره على الاقناع اكثر من كده. فقال له خلاص خلينا نشوف، يعني خلينا نناقش الموضوع بعدين يعني. فانتقل للمدرس قال له انا مع ابني هو اقتنع انه عاوز يكون في هذا المستوى من الوظيفه فلاح. فالمدرس قال له رائع جدا وجميل، بس خلي بالك يا محمد الطالب، قال له في فلاح بيطلع انتاجيه 20 اردب من الحقل، وفي فلاح بيطلع انتاجيه 10 من الحقل، ايه الفرق بين الاثنين؟ قال له يعني الاولاني بيعرف كويس. قال له يعني متعلم، يعني علم، يعني في النهايه سواء كنت فلاح او مهندس انت محتاج تعبر لمساحه العلم. الشاهد ان مهاره الاقناع مهاره مهمه جدا، اذا ضاعت من الاب او افتقدتها الام هتجد النقاش يبدا صوت يرتفع، يبدا الضرب وللاسف، او يبدا الاكراه للولد، لان في ضعف في مهاره الاقناع اللي هي اساسيه جدا ومهمه جدا للتفاوض. الاقناع التفاوض في هذه الحاله ما هي المهارات الاساسيه؟ اول مهاره لابد نمتلكها كلنا الاستماع. يعني الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ابنك جاي بيعرض عليك امر ولو خطير، اول مرحله مش الاستهجان وازاي تتكلم كده، استمع الى ان ينتهي من مساره كله. شاب ممتاز جدا فجاه مع المنتخب ومحمد صلاح، ومحمد صلاح بقى لعيب دولي وعالمي، خلاص قال لك انا عايز العب كوره. يا ابن المدرسه يا بابا محمد صلاح، يا ابني عشان مستقبلك. قال له في مستقبل احسن محمد صلاح؟ ده لعيب يعني رجليه في ذهب الان وفي البورصه له رقم. الاب طبعا لو اب غير مدرك لهذه العلاقه هيعتبر ان هذا فشل، والولد بدا يبوظ وراح في 60 داهيه، وان مستقبله ضاع. لكن بالنقاش ان محمد صلاح تعالى، محمد صلاح وصل ازاي لهذا المستوى؟ في يعني حجم من المهارات والتعب والشقة والتدريب عشان هذا المستوى، عنده تحدي يستمر او لا. فاذا الاستماع مهاره مهمه جدا عشان نعمل تفاوض ناجح. اعتقد مهم نقوي عضلاتنا في الاستماع الى النهايه، حتى وان كان الامر على الاب والام او المدير او حتى رئيس القناه. إذن صعب الاستماع اولا و مهاره الاقناع ثانيا. الاقناع ثانيا طبعا. طيب. تستمع الاول وبعدين نبدا في الاقناع. سؤال من احد المتابعين، يعني المتابعين تحمسوا على الموضوع ايضا، يبدو ان التفاوض بالفعل هو موجود في جزء في كل جزء من اجزاء حياتنا. يسالك احد المتابعين وهو مؤمن ابو علي، يقول سؤال من فضلك، ما هو الفرق بين التفاوض والجدال الاجتماعي والذي غالبا نحن بالفعل نخلط ما بين الاثنين؟ يعني نبدا بالتفاوض ثم نرى اننا دخلنا في جدال. احد المهارات المهمه جدا في التفاوض الا تجادل. يعني في التفاوض هتدخل في جدل لن ينتهي النقاش. انت بتتفاوض عشان تقدم خدمه عندك وتاخذ خدمه من الاخر. الاب يتفاوض ابنه عشان يعني ياخذ منه البر والاستماع، والابن بيسمع الكلام عشان ياخذ الحمايه والدعم والخبره. اذا احنا انت داخل تفاوض مش عاوز تقدم شيء او تاخذ شيء، لا داعي للتفاوض. لكن المهارات التي نفتقدها او احنا الجدل كمهاره مطلوبه، لكن انت بتجادل مين؟ يعني الجدال مع ابنك او مع المدير. قدر انت مثلا في القاهره راكب اتوبيس، واحد شايف ان يعني الوضع تمام والبلد في امان وسلام، وان المعارضين دول ناس يعني بيخربوا البلد ويصل مستوى انهم خونه. لو انت بدات تتجادل لن تصل الى اعتبرك عدو، لكن تقول والله فعلا
طالما انت يعني بتتهمنا بالتهم بالمعارضين بالخيانه، اذا انت وطني جدا وشايف ان المعارضه ممكن تضر البلد، بس هي الخيانه معناها ايه؟ انت ايه قصدك بالخيانه؟ لكن لو قلت له احنا يعني لو تروح لا المعارضين مش خونه والنظام، هذا النقاش لن يؤدي الى شيء، لكن الجدل وتوقف الجدل، استمع واقنع واساله سؤال بسيط جدا، انت قصدك بالخيانه ايه؟ ما هي الخيانه؟ كيف تعتبرها؟ فاعتقد الفرق ما بين التفاوض والتفاوض والجدل ان الجدل غالبا ليس هدفه ان تصل الى حل او الى او الى او الى نتيجه، الجدل احيانا عاوز تغلبه بالضرب القاضي، عاوز تكون تثبت نفسك، اقول لك لقد افحم الخصم، احنا مش داخلين معركه يعني صحيح. افحام الخصم وقد اسكته وكان على راسه الطير، كل هذا الكلام في المعارك نعم. كويس في المناظرات كويس. سيد ياسر تحدثنا عن المهارات، بدات بموضوع الاستماع الاقناع، ما إذا توفرت هذه المهارات يجب أن تكون هنالك آلية لتطبيقها أثناء عملية التفاوض، ما هي هذه الآليات؟ أحد هذه الآليات الكبيرة إني فكرة أن الكل يكسب والكل يربح، فكرة أنا لا أخذ كل الكعكة بل أشارك الجميع، قالوا اشترك معي. من المواقف يعني في التفاوض الجميلة يقول لك في التفاوض ركز على المصالح وليس المواقف. في احد الجامعات اثنين من رواد المكتبه ذهبوا لمكتبه الجامعه وجالسين في المكتبه، وفجاه حصل بينهم نقاش وتفاوض او وصل لمرحله زي ما قالت لينا الجدال، يعني واحد عاوز يفتح شباك وده مش عاوز يفتح شباك. طيب يعني هذا الجو في المكتبه ما ينفعش، محتاج جو هدوء نستقرأ الكتب. فانتبهت امينه المكتبه ان الواحد مصر على فتح الشباك والاخر مصر على غلق الشباك. قدام حل، لما تخرجهم من المكتبه يعني تخرجهم من المكتبه، ودي عدم الاستماع والاقناع، عدم الاستماع لهم وعدم فهم الموقف، او انها تركز على المصلحه. سيبك من الموقف، واحد رافض وواحد قابل. فكان سؤالها انت ليه عاوز تفتح الشباك؟ قال لا والله انا محتاج تيار هواء. الاخر قال لا والله انا محتاج اركز، مش محتاج الهواء يقلب صفحات الكتاب. فكان منها يعني تركتهم فتحت الشباك في الغرفه المجاوره، فضمنت وجود الهواء مع عدم وجود التيار. ففكره ان انا بركز على المصلحه وليس على الموقف. وطبعا دي انا بتكلم عن كده مش بس في المستوى الاسري، احنا نتيجه ضعف عضلاتنا في الحوار في الاسر في الاحزاب في المدارس لا الساسة عندنا ايضا عندهم مهارات في ضعف التفاوض. يعني احنا كمنطقه عربيه مهارات التفاوض ليه ضعيفه، مش عشان السياسيين فشله. اذا يجب التفكير دائما في موضوع المصلحه، طبعا التركيز على المصلحه وليس التركيز على الموقف باقل الاضرار. يعني اذا ما تحدثنا طبعاً. عن التفاوض يعني هي ليست معركه هزيمه الشخص تماما. الاخر هي الحصول على حل يرضي الطرف، يعني يرضي الاطراف ويلبي كل الرغبات، ودي وهنا الابداع. يعني بيقول حتى الاستراتيجيه في التفاوض ايه هو البحث عن ثغره في الجدار. موقف يبدو مغلق، الاب والام في حال مثلا وصول مرحله الطلاق محتاجين هذا التفاوض يكون موجود. المجتمعات القوية عندها مكاتب للتفاوض قبل أن تصل للمحاكم. أنا عندي شيك ولم أخذه من الدائن، في مكتب أقول لك أنا أتفاوض معاه وأخذ 10% قبل المحكمة والبوليس إلى 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 آخره، لأن المجتمع ذكي، مجتمعات الوعية في مساحات فيها للتفاوض. نعم، إذن هذا بما يتعلق بالتفاوض. التفاوض يحتاج إلى الصبر، إلى الاستماع، إلى الإقناع في نهاية الأمر، والاهتمام بالمصلحة العامة للشخصين ممن يتفاوضون في أمر معين. السيد ياسر الغرباوي باحث في فض النزاعات وبناء السلام، شكرا جزيلا على حضورك. شكرا جزيلا لك.